لا أمثل أي مؤسسة أو منظمة، وأتكلم كأكاديمي أقرأ الإطار المفاهيمي، ورأيت أنه بعض الأشخاص ما يعتبر انزلاقا ديمقراطيا أو نقص ديمقراطي أو يسمون بشكل متشائم وأنه أوتقراطي. فالديمقراطية التحولية لا تمثل نفس الأشياء، فهناك نفس المفهوم لكن لديه تفسيرات مختلفة، ويحاول أن يوجه نحو تناقضات اجتماعية متواجدة والتي قد تؤدي إلى الزيادة في التناقضات والمشاكل ما بين أعضاء المجتمع، مما يؤثر على الاندماج الوطني، وأن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دورا أيضا وتعزز الأمور. فليس السياسة هي في لها زخم في هذا الإطار، وفي إطار التعاطي مع مشاغل المجتمع ما يعتبر انزلاقا في بلد ما يمكن أن يفسر في نفس البلد في اليوم الموالي كعلامة على الديمقراطية أو المستدامة، وأن هناك نزعة للتعاطي مع البطش الذي يتواجد في بعض الحالات. فهناك مثلا بعض المنح التي تعطى من بلدان الشمال لإعطاء الفرصة لدول الجنوب للمساهمة من خلال الأكاديمية، وهذا يساهم في التعاطي مع كل المحيط المحلي. هذا الإطار يعكس العلاقة بين القوة والمعرفة أو السلطة والمعرفة، وأن هذا هناك بعض الأشياء المثالية التي قد تحقق من هذا الإطار، وأن المساواة بين الشمال والجنوب يمكن أن تتحقق على مستوى حقوق الإنسان، وأيضا تحديد بعض الأجندات المتوازية حول معايير متوحرة حول معايير دولية في التدخل، بالخصوص في الحفاظ على هذه الحقوق، وأن كل هذه الأشياء معترف بها وبالتعاطي معها بشكل يؤدي إلى الاستفادة العامة واستفادة العموم منها، وأيضا إزالة أو استقلال حقوق الإنسان. فما يخص الديمقراطية التحولية ببعض اللهم على بعض الاستثناءات، فأن هذا النوع من الديمقراطية حدثت في دول الجنوب من خلال النظريات ومن خلال تقييم التجارب وكيف فتم فهمها في الشمال بهذه الطريقة. فمثلا تقسيم العمل وطرق العلم ما الكونية لديها أيضا تعارفها، وأنها تؤدي إلى سوء تفاهم في أوقات، وفي بعض الأحيان قد تؤدي إلى مواجهة مباشرة. فهناك الصائغي المفاهيم الذين يخلقون هذه النزعة من دون النظر إلى الواقع كما هو، ويحاولوا أن يتماشوا معه فيما بعد. فهناك أخلاقيات المسؤولية وأخلاقيات الأحكام. فنقد هذه الديمقراطية التحولية على المستوى الدولي والمحلي يعطي الأولوية للأحكام على مستوى بناء على بعض المبادئ الدولية، وأن الممارسون يتخبطون في ما هو ممكن تحقيقه على المستوى الوطني. ف العادة والاستثناء ما هو عادي وما هو استثنائي لديهم تناقض، وقد يعكس على مستوى التحليل على أرض الواقع، وأن السياق هو المهم، ولا تحدث هناك تعميمات فارغة حول كل ما تحقق. فكل هذه الأشياء علينا أن نأخذها بحذر. فإشكالية الذاكرة وهو الجزء الثاني من تقديم هذا، فهي تحاول أن تجمع الاثنين معا. كل الإنسان يقوم بأخذ عن الاعتبار بعض الأشياء، وأن هذه الأشياء التي تخبط فيها الإنسان على المستوى الوطني والدولي
لإعطاء هذه العلاقة، العلاقة مع الماضي تعكس من خلال الذاكرة، فالتقدم والتحضر أيضا يساهم في تغيير الطرق والمراجع والمفاهيم وحتى المصطلحات المستعملة في هذا الإطار، وأخذ الذاكرة بعين الاعتبار، وحتى التاريخ يتم إدراجه أيضا. وبهذه الطريقة نحاول نغفل بعض الجوانب التي قد تضيف أشياء إضافية من المعنى لهذه المفاهيم عبر الثقافات. ونقوم أيضا بتقييم الديمقراطية التحولية بهذه الطريقة عبر التاريخ، وبهذه الطريقة نعطي الانتباه لكل أنواع التذكر، ونحاول أن نعطي التاريخ بعده. مثلا الحكي، فن الحكي هو يتم قبوله الآن كجزء من الذاكرة، وكيف لهذه الحكايات أن يتم أن تحكى عبر الموسيقى، الرقص، الرس، المسرح الشعبي، وحتى الصمت أيضا يساهم في هذا الإطار. وأن تأثير الديمقراطية الانتقالية على المجتمع يتطلب وتتطلب إعطاء الأهمية للذاكرة بشكل عام، مما يساعد على التركيز أيضا من جانب آخر على موقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا الإطار على مستوى التطبيقي وللمرور نحو الديمقراطية الانتقالية والحفاظ على الوعود ونبذ كل أنواع العنف تجاه الأشخاص الذين أروا نوعا من البطش تجاه الآخرين، وقد يؤدي إلى تغيير في الحكم. وأن في بعض الحالات هذا الأمر لا يساعد في إعطاء كل الأهمية للتاريخ والتذكر في إطار السياق العام للديمقراطية الانتقالية والحصول على المصالحة والوصول إلى مستوى المصالحة. فهناك مشاكل هوياتية أيضا قد تطرح مشاكل إضافية، ومرة أخرى هناك سياقات معينة تحول دون تحقيق كل هذه الأشياء. وأن هذه الإشكال والمشاكل التي أنا قد اطلعت عليها فقد تؤدي إلى أشياء إضافية. فمن خلال الأبحاث التي قوم بها في مسألة المخاطر أو التهديد الذي يحوم حول الذاكرة، فهو قد يؤدي إلى مخاطر إضافية. نحن بصدد إضافة المعنى، فالمصالحة لا تعني غياب المبارزة أو التضاد بين كل الفاعلين السياسيين الذين يشاركون في التذكر أو موضوع الذاكرة. فالمصالحة لا تعني نهاية السياسة، فهي تعكس كل هذه التخبطات التي يعاني من المجتمع، وتعطي إمكانية لظهور أنواع جديدة من البطش والعنف. المصالحة تعني استمرار السياسة في بيئة متغيرة تؤدي إلى فهم المشكل والصراع وأسبابه بكل بطشه في مجتمع وفي سياق سياسي لا يتغير. ما تقوم به البلدان بخصوص موروثها الثقافي وحقائها الجديدة تبقى مفتوحة للأبد. وفي النقطة الأخيرة أود أن أعبر عن ندمي لأنني لم أجب على كل هذه الإشكاليات، وأحاول أن أعيد الكرة وأقول أن الماضي يحذرنا باستمرار حول ما من المخاطر التي تحوم بنا من كل الجهات وقد تظهر هكذا. وأن هذه الأشياء قد تحدث، وخصوصا والآن نحن نعيش طورة وطفرة تكنولوجية تضيف بعض الأشياء الإضافية التي تصعب من مأموريتنا والتعاطي مع كل الإشكاليات التي قد تحدث في هذا الإطار. وأن الجانب التصوري والمخيالي لدينا قد يضيف انطباعا جديدا للأمر، مما سيساعد على حل المشاكل التي تحدق بنا.